عبر زوم لقاء طازه طازه طازه. النهارده تم اقاله المدير الفني للمنتخب الغاني والجهاز الفني يعني بشكل عام. معايا عبر الزوم الان ديدي درامياني المدرب المساعد للمنتخب الغاني. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، هل حضرتك سامعني كويس؟ مساء الخير وسعيد بكوني معكم هذه الليلة. بداية سؤال استفساري في البداية، هل قرار الاتحاد الغاني النهارده بإقالة المدير الفني هل شمل أيضا الجهاز المعاون أم فقط المدير الفني؟ Yeah, I can hear you. Could you repeat the question again? Okay. Did you live with أعتقد أن أن القرار لم يتضح بعد كل أبعاده وتفصيله مع الاتحاد الغاني لكرة القدم، ولكن أغلب الظن أن كل الجهاز الفني قد رحل عن تدريب الفريق. لماذا تراجع مستوى المنتخب الغاني بهذا الشكل في هذه البطولة وظهر بشكل مخيب جدا للتوقعات؟ Could you repeat the question again? Okay. We saw this bad performance at Brest. I think that every coach will wish أعتقد أن أننا جميعا حاولنا أن نفعل قصارى نبذل قصارى جهدنا، ولكن مسألة النتائج والأداء تتوقف على العديد من الأمور والعديد من العوامل. لا يمكن أن نحصر ذلك في عامل محدد، ولكن في النهاية ربما لم يكن لدينا الوقت الكافي لإعداد الفريق بالشكل الأمثل لهذه البطولة. عايز أسألك تحديدا على المواجهة اللي لعبتوا فيها أمام المنتخب المصري، كيف تعاملتوا مع هذه المباراة وكيف شاهدتوا المنتخب المصري وقوة المنتخب المصري في هذه المواجهة؟ أعتقد أن الفراعنة والبلاك ستارز دائما يقدمون مباراة ملحمية في كرة القدم، وكنا بالتأكيد نكون الكثير للاحترام للفريق الوطني المصري وتعاملنا معه بالكثير من الاحترام وشاهدنا له العديد من المباريات واحترمنا الجانب المصري بالتأكيد، وحاولنا أن نلعب بالأوراق الرابحة لدينا على المستوى الفني، وحاولنا إيقاف مفاتيح اللعب الخطيرة في الفريق المصري، ولكن وحاولنا أن نلعب على النقاط الضعف في وخلف خطوط الدفاع في الفريق المصري، ولكن في نهاية المطاف لم نتمكن من تحقيق الفوز نتيجة غياب التركيز. قلت لي أنه حاولت تلعب على نقاط ضعف المنتخب المصري، إيه نقاط الضعف اللي أنتوا كنتوا شايفينها في المنتخب المصري؟
matches involving Egypt and Ghana has always been long games. حقيقة الأمر في النهاية الفريق المصري وفريق الغانا وفريقان دائما هناك مستويات متقاربة، حتى لو بدا في بعض الأرقام والإحصائيات أن هناك نقاط ضعف، ولكن على أرضية الميدان هناك أشياء أخرى تكون حاسمة في تحقيق النتيجة. في الشوط الثاني حاولنا استغلال العامل البدني الذي ظننا أنه سوف يكون في صالحنا، ولكن لم تسر الأمور على ما يرام بسبب جرينتا وروح الفريق المصري. هل تتوقع أن يستمر مشوار منتخب مصر في هذه البطولة طويلا حتى المباراة النهائية؟ أعتقد أن الفريق الفريق المصري لديه حس البطولات ولديه خبرة خوض المباراة الصعبة، وهناك لاعبون مميزون على المستوى الفردي ويمكنهم تحقيق الفارق، وهذا ما شاهدناه في العودة التي صنعوها في مباراة موزمبيق وأيضا أمام غانا والمباراة الكبيرة التي قدموها أمام كاب فيردي. التسجيل في الدقائق الأخيرة ينم عن وجود فريق كبير ولاعبون لديهم خبرة المواعيد الكبرى. إذن العقلية المصرية تمكن من خوض من تخطي مثل هذه العقبات، ولن يكون مستغربا أن نرى الفريق المصري على الأقل في نصف النهائي. أنا بشكرك شكرا جزيلا ديدي دراماني المدرب المساعد لمنتخب غانا اللي كان مشارك في كأس الأمم الأفريقية وودع البطولة من الدور الأول من مجموعة المنتخب المصري.